تمام. خليني اصبح جاهزا معنا ضيفنا الاستاذ احمد مظهر السعد وهو الكاتب والمحلل السياسي. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ احمد، منورنا كالعاده في استوديو التاسعه. اهلا وسهلا بكم، كل التحيه لكم وللضيوف الكرام وللمشاهدين جميعا. يا مرحبا. بدانا حديثنا استاذ احمد بالاتفاق الثلاثي الموقع في القاهره المتعلق بالغاز وسرقه الغاز الفلسطيني وتصديره إلى أوروبا عبر مصر، ووصلنا إلى تطورات الحرب في أوكرانيا. بتقديرك كيف تنظر إلى هذا الاتفاق الثلاثي الموقع في القاهرة بداية؟ يعني لا شك أن مصر أو مصر السيسي إن صح التعبير هي في حالة من الضيق كبيرة، تحتاج إلى علاقات مع الاتحاد الأوروبي وأيضا إلى تمتين علاقة ما مع إسرائيل باعتبار في اتفاقيات بينهما، لذلك هي ذهبت في هذا الاتفاق وكيف شاء الأوروبيون وكيف شاء الإسرائيليون، وهي لا تلوي على شيء إلا مصالح هي بالتأكيد غاية الأهمية بالنسبة لها، وأهمها اليوم موضوع حاجتها إلى الحبوب إلى القمح. يعني عندما قيل اليوم في المؤتمر الصحفي أن رئيس الاتحاد الأوروبي قالت أن مصر تحتاج إلى 80% من حاجتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا، فإذا هي في مأزق كبير تحتاج إلى من ينشلها منه. وباعتقادي أن القياس أو المقايضة بين الغاز والحبوب وبين مصالح أخرى أيضا إقليمية لعبد الفتاح السيسي هي التي دفعت باتجاه إنجاز هذا التوافق، وبالتالي الغرب يحتاج الغاز ويحتاج النفط، وكما قال العزيز قبل قليل فعلا العرب يجب أن ينتبهوا جميعا خاصة والخليج إلى مدى حاجة الغرب إلى النفط وأيضا الغاز الخليجي والعربي، ومن ثم فإن هذه المسألة تنجز باتجاه تحقيق بعض القضايا التي ما كان بالإمكان تحقيقها في فترات سابقة. ونحن نرى اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعني ذهب سريعا باتجاه القاهرة بعد أن كان قد ابتعد عنها طويلا من أجل إنجاز علاقات ومصالح براغماتية خاصة بالاتحاد الأوروبي حاليا في ظل وجود عدم إمكانية حاليا للاستغناء عن الغاز الروسي مثلا. اليوم فعلا الاتحاد الأوروبي هو بحاجة ماسة إلى الغاز، هو يعتمد. لكن كنا نتحدث سابقا أستاذ أحمد عن ضرورة عزل الاحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي بسبب الجرائم اليومية التي يرتكبها في فلسطين المحتلة. اليوم الواضح بأنه نفوذ هذا الكيان يتعزز في العالم، يعني يتحول إلى لاعب أساسي في سوق الغاز عالميا. يعني أي نظام عربي يريد أن يكون في سياق عزل هذا الكيان الصهيوني الغاصب، يعني لا السيسي ولا دول عربية أخرى، يعني إلا ما رحم ربي طبعا، هي ما زالت تنظر إلى هذا الكيان الغاصب على أنه كيان يجب عزله ومقاومته ومحاصرته. واقع الحال أن هذا الكيان هو فعلا يتمدد بعلاقات غربية شرقية، وأيضا من خلال صمت روسيا عن كل ما يفعله في الجغرافيا السورية. يعني هناك من يتحدث اليوم عن أن الاتحاد الروسي يعني هو في تضاد مع الإسرائيليين في موضوع القصف على دمشق أو على الجغرافيا السورية، لكن حقيقة الأمر هناك تفاهمات كبرى يدركها الروس ويدركها الإسرائيليون بين الجانبين، وبالتالي ماذا عن استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو اليوم أستاذ أحمد؟ أنا باعتقادي ليس ذا أهمية، هو يعني في التأكيد عبارة عن رسائل شكلانية ليست أكثر من ذلك، لكن ما جرى مؤخرا من تصعيد وتكثيف للغارات على سوريا أو على المواقع التي فيها قوات إيرانية وميليشيات تابعة لإيران، وأيضا بعض الأماكن التي استهدفها مؤخرا وخاصة المطار وهذه النوعية الجديدة في القصف بتعطيل المطار، بالتأكيد يستدعي استدعاءات واحتجاجات شكلانية روسية حتى يظهر الروس وكأنهم لا يقبلون بما يجري، لكن حقيقة الأمر هم في حالة تفاهم مستمرة، وهذا التفاهم لا فكاك عنه ولا اعتقاد ارتداد عنه من قبل الروس. حاليا هناك استمرار لهذا التوافق، وبالتأكيد إسرائيل تعرف ذلك جيدا، ويعرف الروس أيضا أن إسرائيل لا يمكن التعامل معها كما يتم التعامل مع أي دولة أخرى، فهي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لهم ولها وضع معين لدى الأمريكان ولدى الغرب عامة، وبالتالي
كل ما قيل من تصريحات سابقا ولاحقا. وسيتعزز كما يبدو هذا الوضع الآن أستاذ أحمد. يعني يبدو ذلك نعم، في ظل ضعف عربي طبعا، في ظل عدم وجود مشروع عربي وعدم توافق عربي، وهناك من يتهافت حقيقة من أجل إعادة العلاقات والتطبيع مع الكيان الصهيوني أولا ثم مع النظام السوري بكل أسف. هذه المسألة أصبحت واضحة العيان بكل تأكيد.